مرحبا بكل المشاهدين الكرام، مقابلة قوية تجمع بين فريق الوداد البيضاء وفريق الجيش الملكي برسم الدورة الأولى من هذه البطولة. نعرف قوة هذه المقابلة، وإن كان الحضور الجماهيري اليوم لا يرقى للمستوى الذي شاهدناه في اللقاءات، أي نفس لقاءات الوداد والجيش الملكي أو الجيش الملكي الوداد البيضاوي، على أي نتمنى أن يحضر الجمهور. هناك متسع قبل بداية المقابلة لمتابعة هذه القمة. معي اللاعب أنور، لاعب فريق الجيش الملكي. أنور، بالنسبة لكم كنظن مقابلة قوية عادة بينكم وبين فريق الوداد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كتشوفوا المقابله هذه، المقابله ما تكون سهله اللي كتشوف مقابلاتكم كلاسيكيه. الحمد لله كتشوفوا هذه الجماهير الغفيره اللي حاضرين في هذه المقابله. كنتمنوا ان شاء الله تكون المقابله في المستوى وفيها روح رياضيه يستمعوا بها الجمهور هذه. كنتمنوا ان شاء الله انتصار فريق الجيش الملكي. نعم، بالنسبه لكم الموسم الماضي فريق الجيش ربما كان واحد المستوى قليل من الان البدايه، واش كتظن انه فريق الجيش الملكي كانت هناك متغيرات اللي يمكن تسمح ليه باش يكون احسن ويسترجع الامجاد اللي ديال هذا الفريق هذا بطبع. الحمد لله الموسم اللي فات كانت عندنا مشاكل بزاف، الحمد لله جاو لاعبين في المستوى. الحمد لله هذا العام ان شاء الله الفريق الجيش الملكي غيكون الكلمه ديالو ان شاء الله في البطوله ولا في كاس العرش ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. شكرا. اذا كان هذا اللاعب انور من فريق الجيش الملكي. معنا اللاعب الطير، لاعب فريق الجيش الملكي. اذا بالنسبه لك رجعتي لفريق الجيش الملكي، كتلعب غتكون معه في هذه المقابله وغتكون مع فريق الجيش الملكي، اذا بالنسبه لك الموسم كيفاش كتشوف؟ فاول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، كنظن ان الجماهير ديال الفريق الجيش الملكي فكتسنى من حسن الطير الكثير. انا واعي بالمسؤوليه اللي مبقاتش على عاتقي. كنظن ان المباريات الاولين بحكم انني رجعت من الاصابه، وكما شاف الناس في المباريات الاخيرين الاولين اللي كنت لاعب راجع من لابليسير، وهذا الشيء كان واضح. كنتمنى ان شاء الله انه يحالفني الحظ ويوفقني الله سبحانه وتعالى، ونبصم على موسم كبير مع هذا الفريق اللي رجعوا الالقاب ديالو ان شاء الله ورجعوا لواجهه. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى الانطلاقه تكون من اليوم، وخاصه امام فريق كبير. نتمنى من الله نحصدوا نتيجه ايجابيه اللي تخلينا نلعبوا ان شاء الله المباريات الجايين بواحد الثقه اللي افتقدناها خاصه من الموسم اللي فات. ان الفريق افتقد هذيك الثقه، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى انها ترجع من اليوم ان شاء الله. نتمنى لك التوفيق حسن الطير، ونتمنى التوفيق لفريق الجيش الله عليك. ومعنا ياسين الحواصلي، لاعب فريق الجيش الملكي. ياسين، بالنسبه لكم الجوله الاولى خرجتوا من هزيمه، كنظن انه غتكون المقابله خلال الجوله الثانيه شيء اخر. كنتمنى ان شاء الله مع التعليمات ديال السي روما، وباش الدراري يدخلوا في الشوط الثاني عازمين باش يسجلوا الهدف على الاقل التعادل يجيبوا مدينه الدار البيضاء. فريق الوداد البيضاوي مسيطر على المقابله كما قال السي حسن. لولا تدخل كريم في ثلاثة المحاولات لكان الشوط الأول خرج أكثر من هدف. كنتمنى إن شاء الله في الميطة الثانية إن شاء الله الدراري يحسنوا المستوى ديالهم ويلعبوا على المرتدات الهجومية، بالحكم أن فريق الوداد البيضاوي عارف كيفاش يجري الماتش ديالو. وكنتمنى إن شاء الله كما قلت لك في الشوط الثاني إن شاء الله نحققوا واحد الهدف التعادل إن شاء الله، لما لا الفوز إن شاء الله. إذا شكرا يا سيرو، ونتمنى لك التوفيق مع فريق الجيش الملكي. إذا معنا اللاعب العبراني، لاعب سابق لفريق الوداد الآن يدافع عن ألوان فريق الجيش الملكي. إذا العبراني، بالنسبة للمقابلة كانت رجعتوا في المقابلة 3-2، كنا كنتسناكم باش تسجلوا الهدف، أو كنتوا كتنتظروا أنكم ربما تحاولوا تقلبوا على الهدف الثالث، لكن فريق الوداد رجع بالعزيمة ديالو سجل الهدف الثالث. بطبيعة الحال فحنايا في الدورة الأولى فصفطناش القرعة، عرفنا أن فريق الوداد البيضاوي فريق بطل ومدعم بواحد الجماهير الكبيرة في الأرضية ديال الميدان ديالو. فريق جيش ملكي الموسم الماضي عاش موسم صعب، وجميع الانديه في العالم فهي كتعيش هاد المشاكل هذه. هاد المكتب المسير ديال فريق جيش ملكي هاد الموسم هذا فهو بغى يسحق احطاق، استقطب مدرب من قيمه خوسي روما واستقطب لاعبين. هذا ماشي مبرر على اننا نهزمنا اليوم، ولكن الجماهير اللي حضرت ارضيه الميدان والجماهير اللي شاهدتنا على التلفاز فهي شهادات كلاسيكو من النوع الممتاز. هذه هي الدوره الاولى، بقي تابعنا منافسه كاس العرش ان شاء الله يوم الاربعاء. غادي نحاولوا ان شاء الله ان نصحوا الاخطاء ان شاء الله باقي الدورات باش نداركوا الموقف. العبراني ملي كتشاهدوا مقابلات من هاد الفريق اللي يكون الفريق الجيش الملكي، اذا بالنسبه لك حسن الطير هذه المقابله، اذا دخلتي في الاخر ديال المقابله كنظن انه شاهدنا مقابله من المستوى الكبير، فريق الوداد اللي سجل 3 اهداف، انتم رجعتوا في المقابله، اذا شاهدنا مقابله متحركه ماشي مقابله اللي كنشوفوها بعض الاحيان اللي كتكون جامده ما كتشاهدوش واحد المستوى كبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. كيف ما كنت واعدك حسن، كنت باغي نجي عندك وانا مسجل وفايزين، قدر الله وما شاء فعل، فالحمد لله سجلت، وكنظن ان هذه هي البدايه ديال حسن طير. فبالنسبه للمقابله كيف ما كيعرف الجميع هذا كلاسيكو، اليوم شفنا الكره وهذا الشيء اللي كنا كنتمناو، كنا نشوفوا الكره في ارضيه الملعب، سجلوا 6 اهداف بالنسبه للجوله الاولى. كنظن ان هذا مباراه اللي كانت في المستوى، كنظن الشوط الثاني قمنا بمباراه بالشوط الثاني اللي في المستوى، خلقنا مجموعه من الفرص، سجلنا هدفين، كنا قراب باش نسجلوا الهدف الثالث، قدر الله ما شاء فعل. كنظن غلبنيو ان شاء الله البنيو على الشوط الثاني ونهيئوا المباراه.